ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنشرح فيه منهج كونكت بلس لكيجي 1 يونت 6. مين جاهز ومين مستعد يبدأ معايا؟ يلا بينا نبدأ، يلا بينا. يونت 6 بعنوان Let's go shopping، يعني هيا بنا نتسوق او لنذهب للتسوق. مين هيجي معايا نعمل شوبينج؟ يلا بينا. انا عايزه اشتري كاب، يعني طاقيه او قبعه. كاب. اللي عايز يشتري كاب يقول ورايا. مين هيشتري كاب؟ اسمه ايه؟ كاب. شاطرين، يعني طاقية أو قبعة. كمان عايزة اشتري سويدر، وكمان الجو ساقع، عايزة اشتري جاكيت، يعني اسمه جاكيت. وكمان عايزة اشتري تي شيرت. وكمان عايز اشتري ايه تاني؟ سكيرت، اللي هي الجيبة اللي بتلبسها البنوتة، جيب او تنور اسمها سكيرت. طيب كمان عايز اشتري ايه؟ ممكن يشتري ايه تاني؟ اشتري شورت، بسميه شورتس. اوكي، كل الحاجات دي هعمل شوبينج وهشتريها. راجع الكلمات مرة كمان وقولوا ورايا. Repeat after me. Cab. Sweater. Jacket. T-shirt. Skirt. Shorts. برافو عليكم. وهنا يا ولاد read and match، يعني اقرأ ويوصل. هنا عندنا مجموعة من الصور وعندنا الأسماء، وعايزين نوصل كل صورة بالاسم بتاعها. أول صورة، صورة ايه؟ صورة طاقية أو كاب. صورة طاقية بسميها ايه الطاقية؟ طاقية أو قبعة، اسمها كاب. ونوصلها بكلمة كاب. نمبر تو دي صورة ايه يا ولاد؟ صورة شورت. الشورت احنا قلنا اسمه ايه؟ شورتس. برافو، هنوصلها بكلمة شورتس. نمبر ثري دي صورة ايه يا ولاد؟ جود، شاطرين. صورة تي شيرت. برافو، هنوصلها بكلمة تي شيرت. نمبر فور، صورة بلوفر. بلوفر يعني ايه؟ سويدر. هنوصلها بكلمة سويدر. طيب نمبر فايف، صورة جيبة او تنورة. يعني ايه جيبة؟ سكيرت. جود، انا مبسوطة من الولادة اللي بتقول سكيرت، ونوصلها بكلمة ايه؟ سكيرت. نمبر 6 دي صورة ايه يا ولاد؟ جاكيت، صح. اسمه ايه جاكيت؟ جاكيت، ونوصلها بكلمة جاكيت. برافو، انا عايزاكم تسمعوها كتير، هتحفظوها، الكلمات سهلة. ماي يعني ملكي، بتاعتي. لو عايزة اقول طاقيتي اقول ايه؟ ماي كاب. طيب لو عايزة اقول الجيبة بتاعتي يبقى ماي سكيرت. يبقى ماي حاجتي انا، بتاعتي انا. طب هير يعني ملكها،
بتاعتها هي هير، عايزة أقول الجاكيت بتاعها، تبقى هير جاكيت، هير جاكيت يبقى الجاكيت بتاعها. طب هيز، هيز يعني ملكه هو، بتاعه هو، عايزة أقول البلوف بتاعه هو، يبقى هيز سويدر، يبقى البروفر بتاعه. خلاص عرفنا الفرق بين ماي وهير وهيز، ماي بتاعتي وملكي، هير بتاعتها هي، ملكها هي، بتاعتها هي، هيز ملكه هو، بتاعه هو، ماي لي، هير ليها، ملكها، هيز ملكه هو، بتاعته هو. I can put on my hat، أنا أستطيع أرتدي أو ألبس my hat، قبعتي بتاعتي، my يعني لي، hat يعني طاقية أو قبعة، my hat يعني طاقيتي. I can، I يعني أنا، can يعني أستطيع، put on أرتدي my hat يعني طاقيتي. رنا can put on her jacket، رنا البنوتة اللي في الصورة دي بتعمل ايه؟ بتلبس الجاكيت، بتلبس جاكيتها، يبقى رنا can، يبقى رنا تستطيع، put on her jacket، رنا تستطيع تلبس جاكيتها، رنا بتقدر تلبس الجاكيت بتاعها، هير جاكيت، هير جاكيت تبقى ايه؟ جاكيتها هي، بتاعها هي. كريم can put on his sweater، كريم can put on his sweater، كريم بيستطيع يلبس البلوفر بتاعه، بيقدر يلبس بلوفر بتاعه. كريم can يعني يستطيع، put on his sweater، ما احنا ما شايفين في الصورة كده كريم بيلبس البلوفر بتاعه لوحده. يبقى هنا في الصفحة دي يا ولاد هنفرق بين my، my يعني لي، بتاعي انا، ملكي انا، وhair، hair يعني بتاعها هي، ملكها هي، وhis بتاعه هو، ملكه هو. هنا يا ولاد عايزين نتفق اتفاق، كل يوم الصبح واحنا رايحين المدرسة واحنا بنلبس الجاكيت بتاعنا هنقول لماما ايه؟ I can put on my jacket، I can put on my jacket يعني انا استطيع، I can يعني انا استطيع او انا اقدر، put on البس او ارتدي my jacket الجاكيت بتاعي. ايه رأيكم احنا لو استمرينا كل يوم الصبح لمدة اسبوع نقول لماما كده هنحفظ الجملة ونبقى شاطرين ونعرف نعبر ونقول انا اقدر البس الجاكيت بتاعي. هنقول ايه؟ I can put on my jacket. في حد تاني ممكن يلبس التيشيرت لوحده هيقول ايه؟ I can put on my t-shirt، I can put on my t-shirt. اوكي كل واحد بقى بيعرف يلبس حاجة لوحده يلبسها الصبح كده يبقى زي الشاطر، ويقول ايه؟ وبنقول اسم الحاجة، انا اقدر البس my shoes لو انا بلبس الشوز بتاعي، صح؟ لو انا بلبس الجاكيت بتاعي اقول I can put on my jacket. عايز الولاد الشطورة بقى اللي بتسمعني تعمل الموضوع ده وتعمل الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه وتقولي في الكومنتات تحت، اوكي؟ كده هيسهل معنا الحفظ لمدة اسبوع لو احنا اتفقنا نقول كل يوم الجملة دي لماما الصبح و
ولبسنا ماما اول حاجة هتبقى مبسوطة مننا عشان احنا اعتمدنا على نفسينا وبقينا شاطرين وبنعرف نلبس، تاني حاجة احنا بقينا نعرف نعبر. لو كل اسبوع حفظنا جملة واحدة بس كده هتبقى معانا على طول ومش هننساها. اوكي، مين الولاد الشاطر اللي هتعمل كده؟ خلاص اوكي ماشي حلوين. Listen, read and complete. Listen يعني استمع، read يعني اقرأ، add complete واكمل. هنا يا ولاد مدينا where wears. Where wears يعني يرتدي او يلبس. طيب طب امتى نختار where وامتى نختار wears؟ wears اللي فيها s الفعل مع he وشي وit بضيف له s. he يعني هو، يعني بابا، اخويا، عمه، هو مفرد مذكر. طب she يعني هي، للبنوتة، لماما، لتيتا، لمستي، مفرد مؤنث. طب وإيت؟ إيت مفرد غير عاقل يعني ما عندوش فكر، ما بيعرفش يفكر زي الحيوان زي الأشياء. أوكي؟ طيب قول طريقة بسيطة جدا. المفرد بياخد إس، أي حاجة مفرد بضيف للفعل إس. تعالوا نشوف مع بعض. Number one for sports يعني في الرياضة. I wear أنا أرتدي a cap and t-shirt. أنا بلبس cap و t-shirt. طيب number two at night في المساء. يونس إيه؟ ناخد wear ولا wears؟ بيجامس يعني يونس هناخد wear ولا wears؟ بيرتدي البيجامة في المساء. يونس بيلبس او بيرتدي البيجامة. طيب ناخد وير ولا ويرز؟ ناخد ويرز لان يونس مفرد صح، هو يعني هي ولد واحد يبقى ناخد ويرز. طيب نمبر 3 at school يعني في المدرسة. مليكة and سليم نقط a school uniform يعني في المدرسة. مليكة وسليم بيلبسوا زي المدرسي school uniform يعني زي المدرسي يعني اللبس الخاص بالمدرسة. طيب هنا مليكة وسليم مفرد ولا جمع؟ هنا عندي واحد بس ولا عندي اتنين؟ عندي two يعني جمع صح، عندي في الصورة في اتنين تو يعني جمع. طيب هاخد وير ولا ويرز؟ هاخد اللي فيها اس ولا اللي من غير اس؟ جود اللي من غير اس لان دول جمع، احنا قلنا المفرد بس بياخد اس يبقى هنختار هنا وير. نمبر فور in the kitchen في المطبخ. مالك points and apron يعني في المطبخ. مالك نقط بيلبس، المفروض بيلبس المريالة بتاعت المطبخ الخاصة بالمطبخ. طيب هناخد هنا where ولا wears؟ هنا مالك واحد ولا مجموعة؟ اكتر من واحد جمع، واحد يعني مفرد صح، يبقى ناخد ايه؟ ناخد wears لان المفرد بياخد اس. المفرد يعني الحاجة الواحدة بس، ان الهي والشي والإت بيضاف ليهم اس. at the stores يعني في المحلات او في المتاجر. stores يعني محلات او متاجر. look يعني انظر. listen يعني استمع. and say وقل يعني انظر واستمع وقل. انا هقول يا اولاد الكلمات وانتوا قرروها ورايا عشان نحفظها بتبقى سهلة علينا. اول كلمة يا اولاد معانا
toothpaste يعني معجون أسنان. تاني كلمة معايا skirt يعني جيبة، جيب أو تنورة skirt. كمان معانا teddy bear يعني الدبدوب اللعبة ده. كمان معانا fruit يعني فاكهة، fruit يعني فاكهة. وهنا يا ولاد معانا أربع صور لأربع محلات. أول محل معانا toy store يعني محل الألعاب، محل اللعب، toy store محل اللعب. طيب كمان معانا صورة صيدلية، صيدلية يعني ايه؟ pharmacy يعني صيدلية. picture number 3 supermarket يعني سوبر ماركت يا ولاد، المحل بيبقى فيه خضار وبيبقى فيه فاكهة. واخر صورة معانا صورة محل ملابس clothes store يعني محل ملابس clothes store. طيب يا ولاد اول حاجة معجون الاسنان انا بشتري منين؟ معجون الاسنان يعني ايه؟ toothpaste يعني معجون اسنان. طيب انا بشتري معجون الاسنان ده منين؟ pharmacy يعني من صيدلية. طيب يا ولاد لو عايزة اقول انا اشتري معجون الاسنان من الصيدلية هقولها ازاي؟ انا يعني I اشتري يعني buy معجون اسنان toothpaste from the pharmacy من الصيدلية. I buy toothpaste from the pharmacy يعني أنا أشتري معجون الأسنان من الصيدلية. طيب تاني حاجة عندنا السكيرت بشتريها منين؟ clothes store. طيب لو أنا عايزة أقول أنا بشتري الجيب من محل الملابس هقولها ازاي؟ I buy skirt from the clothes store. طيب teddy bear الدبدوب بشتري منين؟ toy store يعني محل اللعب. طيب اخر حاجة الفروت الفاكهة بشتريها منين؟ سوبر ماركت. يبقى هنا يا أولاد هنعرف كل حاجة واحنا بنقدر نشتريها منين. wants يعني أريد، needs يعني يحتاج، read and complete. طيب ايه الفرق بين wants و needs؟ need يعني احتياج، الحاجة اللي أنا محتاج إليها، اللي أنا مقدرش أعيش من غيرها، حاجة ضرورية في حياتي. زي إيه؟ زي الفود، زي الطعام، زي الووتر. في حد يقدر يعيش من غير ما يشرب بودر؟ من غير ما يشرب مية؟ في حد يقدر يعيش من غير ما يأكل؟ من غير الطعام؟ لا، لكن ممكن أعيش من غير لولي بوب، من غير المصاصة، صح؟ لو انا ما اشتريتش مصاصه النهارده مش هيحصل حاجه. النيد الحاجه الاساسيه اللي انا بحتاج اليها الضروريه في حياتي، والوانتس الحاجه اللي انا عايزها بس مش واقفه عليها حياتي. read and complete قررت معانا كتير يعني اقرا، and يعني و complete يعني اكمل. picture number 1 jacket water lollipop
لولي بوب. فود فود دادي بير دادي بير. نمبر 1 I am hungry يعني أنا جائع أنا جعان. I need food أنا أحتاج لطعام. هنا اخترنا need لأن الفود حاجة أساسية صح؟ نقدر نعيش من غير ما ناكل؟ لا يبقى هنا need food. Number 2 Let's play يعني يلا نلعب أو دعنا نلعب. I want أنا أريد هيلعب بإيه؟ دادي بير يعني دبدوب. وهنا اخترنا want لأن الدبدوب مش حاجة أساسية موجودة أو مش موجودة مش هتأثر معايا موجودة هلعب بيها مش موجودة خلاص مش حاجة أساسية. طيب number 3 I am thirsty يعني أنا عطشان. Number 3 I am thirsty يعني أنا عطشان. I need أنا أحتاج أحتاج لإيه؟ لما بكون عطشان بعمل إيه؟ بشرب إيه؟ water water يبقى I need thirsty I need water. Number 4 I am cold يعني أنا بردان. I need أنا أحتاج لإيه؟ لما أنا ببقى سقعان بعمل إيه؟ بحتاج للجاكيت يبقى I need a jacket بحتاج لإيه؟ لجاكيت. Number 4 It looks yummy I want a lollipop طعمها لذيذ انظر طعمها لذيذ. I want أنا أريد lollipop أنا أريد مصاصة أنا عايز مصاصة. ونلاحظ هنا طلنا need مع ايه؟ مع الفود مع الووتر ومع الجاكيت لان دول حاجات اساسية يبقى الحاجة الاساسية بختار معاها need الحاجة اللي مش اساسية بختار معاها want. listen then read استمع ثم اقرأ. this is supermarket هذا يكون سوبر ماركت. It sells meat إنه يبيع لحم. sells يعني يبيع meat يعني لحمة. clothes يعني ملابس. fruits يعني فاكهة. and vegetables يعني خضار. يبقى هنا بيقول لنا إنه سوبر ماركت ده سوبر ماركت. السوبر ماركت بيبيع it sells meat بيبيع لحمة بيبيع clothes يعني ملابس بيبيع fruits يعني فاكهة بيبيع خضار يعني vegetables. meat meat يعني يا ولاد. لحمة meat يعني لحمة. clothes clothes يعني ملابس. fruits fruits يعني فاكهة. vegetables vegetables يعني خضار. وخدنا كل دول بيتباعوا فين؟ supermarket. a supermarket needs a butcher يعني السوبر ماركت بيحتاج لجزار. a butcher يعني الجزار cuts meat الجزار بيقطع اللحمة. A supermarket needs a carpenter يعني السوبر ماركت بيحتاج لنجار. نجار يعني ايه؟ carpenter. A carpenter makes shelves shelves يعني رفوف. ان الكاربنتر بيصنع أرفف بيعمل الرفوف اللي بتتحط عليها الفاكهة بتتحط عليها الخضار بيتحط عليها اللبس. اوكي يبقى shelves يعني رفوف. a supermarket needs a seamstress seamstress يعني خياط.
a supermarket needs a seamstress. Seamstress يعني خياط. A seamstress makes clothes بيصنع ملابس. الخياط بيعمل ايه؟ بيصنع الملابس. Makes clothes. معلش يا ولاد، هو اليونت ده مليان words كتير، مليان كلمات كتير، فانا هكتفي بالجزء ده النهاردة. نحفظ الكلمات كويس قوي ونركز فيها. ليه اي طلب او اي استفسار يسيبها لي في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وما تنسوش الناس الجديدة لأول مرة تسمعنا تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل فيديو جديد بينزل على القناة. واهم حاجة نشارك الفيديو ده لأصدقائنا عشان الكل يستفيد، لان في ناس كتيرة جدا بتبقى محتاجة شرح مبسط كده وسهل تفهم منه، بتبقى مش عارفة تذاكر ازاي. فياريت نعمل خير ونشيره لأصدقائنا. انتظرونا في الفيديو القادم. باي باي.